السلام ورحمة الله. الشريف كنشوفوك اليوم كتقوم بواحد العملية ديال الاعتصام رفقة الأسرة ديالك والوليدة ديالك، بغينا نعرفوا شنو هي الأسباب. الأسباب كنت خدام عادي، خدام ست شهور ديال الليل خدام. نهار 24 جددنا المكتب ديال سيديتي، حنا كنا تنتميو أصلا سيديتي، ومشينا ليومتي ما لقيناش داك الصدى، ما عجبناش داك الشيء اللي تيوقع. قلنا اتفقنا مع شي سبعة الإخوان اللي هما لحد الآن هما واقفين على رجليهم، قلنا غنكونوا مكتب، نكونوا مكتب باش نشوفوا هادشي ديال التعسفات اللي كاينه دابا، وهاد الميزابيات اللي ولاو كثار، والطرد. المشكل اللي كاين هو أن منين درنا المكتب لقينا واحد الطريقة اللي ما تقبلتهاش الإدارة، او كيفاش هاد الناس بوحدهم تداروا هاد المكتب، وكيفاش تعاملت معاهم. اللي تتعامل معاهم لحد الان هو انه خداو واحد 8 ميزابي، ومن وراه واحد 3 ايام ميزابي، والعبد بربي جيت لقيت عون قضائي قدام الشركه مالك انت مطرود. لحد الان باقي ما عرفتش علاش طردت. ما رسلوك حتى شي وثيقه تثبت اسباب ديال الطرد نهائيا؟ شي حاجه اللي هي واهيه. انا كنت خدام، حطوني في السبته العتلانيت اللي شارع سبته، شارع سبته، قالوا لي غضرب، جابوا لي العتله قالوا لي غضرب العتله. انني كنت شاف، انا راه شاف سيكتور هي هذيك. مشينا شارع سبته خدمنا عادي، يعني شافوا راه ما صوروا والو. الغد الاخر داروا البروغرام ديالهم، قالوا غنديوه لحي النصر، كاينه واحد السويقه في حي النصر، وانا ساكن قدام هذيك السويقه. عادي خدمت، راه عندي الشهود حتى ديال الحي النصر كاملين جاو هنايا. اللائحه انا غنوريها لك لحد الان. تيبداو مع 6 الصباح وتيساليو مع 1:30، تنجي تلقاهم كتبوا بيا شي حاجه اللي هي ما كايناش، انك ما كملتيش. واخا ما نكملش كاع نديرو انا ما كملتش هذيك، ولكن انذار الاول، انذار الثاني، ماشي الطرد مباشره. الطرد منين انت غتطردني؟ ما خلو، ما شافوش الدراري اللي ما غيلقاو ما ياكلو. ما فهمتش انا هاد روجي اللي طردني، ما خممش راسو راه سينا لي على شيك ب 8 مليون وغنردو ب 11 مليون. ملي غنردو وغتمشي عندهم السيكتورات وغتشوفهم تيضربوا العتله، يعني كاينين سبعه الناس هما اللي معدين لحد الان، وماشي انا اللي غنطرد. ديري انت هما غيطردوا، ولكن هما راه رجال صامدين معايا. يعني الناس راه تصور اللي لقى داك الشيء اللي لقيت في هاد سبعه الناس راه ما لقيتوش واحدين اخرين، لان خير دوزت بهم خير في هاد الشركه هادي، دوزت بهم واحد الخير كبير. لا ما نقول اش درت، انا راه ربي كبير، غير ربي غيرد لي هادشي. انا الزوجه ديال هاد السيد، الزوجه ديالو، اش بان لك في هاد؟ انا كنوجه نداء للمسؤولين ديال مدينه المحمديه يشوفوا فينا ويشوفوا من حالنا، من هاد الشركه اللي دارت لنا هاد الحاله، وهذه مدينتنا، وهما اللي جاوا عندنا وحنا اللي خدامين، وراجلي خدام وقفوا واحد وعرفوش راه وقفوا مع اسره غادا تشرد، وعندنا التزامات مع الناس، وحنا مهددين من غدا نخرجوا للشارع، لان ما غنلقاوش باش نخلصوا حتى الكره. انا كنوجه نداء للمسؤولين كاملين، وكنطلب منهم يشوفوا فينا ويلتفتوا فينا. وعاش الملك، عاش الملك، وهذه بلاد ديمقراطيه.